بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، طلبة وطالبات معهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، النهاردة إن شاء الله معانا مادة محاسبة التكاليف الصناعية لسنة رابعة إدارة، رابعة الفرقة الرابعة شعبة إدارة. خلي بالك المحاضرة اللي فاتت اللي أنا شرحت فيها بالنسبة لمحاسبة التكاليف الصناعية، جبت لك على نظام الأوامر مسألة، المسألة دي قلت لك في صفحة 64 في الكتاب لغاية 70، وهي قلت فكرتها أني بجيب معدل أي منتج بيبقى عندي مواد مباشرة وأجور مباشرة والتكاليف أو أعباء صناعية مباشرة. أعباء الصناعية أنا مش عارف أجيبها، فجاب لي ساعات العمل وجاب لي معدل التحميل اللي هو عبارة عن جاب لي التكاليف المقدرة على عدد ساعات العمل اللي موجودة في المسألة فوق، قسمتهم على بعض اداني معدل التحميل، ما ضربته في ساعات العمل اللي جابها لي في المسألة اداني بالظبط. لو انت قريت في المسألة يجيب لك الاعباء التكاليف او التكاليف الصناعية المباشرة للمنتج عشان اجمعهم مع بعض. انا قلت في المحاضرة كنت اديت مسألة سهلة اللي هي كانت عبارة عن اوامر تانية 101 و102 103 105، وقلت لك هجيب لك الفكرة السهلة بلاش معدل التحميل، هجيب لك اما يقول لك 50% من الاجور المباشره، تقوم انت تجيب عشان تجيب الاعباء الاضافيه للمنتج او المحمله بقوم اعمل ايه؟ اقوم اجيب الاجور المباشره واقسمها على 2 اضربها في 50% بالنسبه لكل امر، اعمل لك مساله سهله وهجيب زيها في الامتحان زي ما انا وعدت زيها بالظبط. بس صح كده معايا؟ يبقى المساله اللي فاتت مش هقولها هي، مش هجيبها في الامتحان، ولكن اديتك فكرتها اللي هي في الكتاب صفحة 64 لصفحة 70. مسألة زيها بس بدل ما اقول معدل التحميل هجيب التكاليف او الاعباء الاضافية بتتحسب 50% من التكاليف الاجور المباشرة. يلا نجرب. خلي بالك معي، عندي فيما يلي البيانات الخاصة بالاوامر الانتاجية خلال شهر مارس، خلي بالك 2019، واحد الأوامر تحت التشغيل أول الفترة، جاب لي ثلاث أوامر رقم الأمر 101 102 103، المواد 450 600 300، الأجور 300 900 150، أعباء إضافية 150 450 75. الإجمالي دي أنا اللي عاملها من عندي، ما أجي أحل. جاب لي تكاليف خلال الفترة رقم الأمر من 101 102 103 104 105، جاب لي المواد 1050 1500 1800 750 450، جاب لي الأجور 1200 1350 1500 600 450، جاب لي الأعباء الإضافية فاضية ما أناش عارف لازم أجيبها. في المسألة اللي فاتت اما قسمت معدل التحميل فضربته في ساعات العمل اللي هي 510 ضربت في 15 جنيه عشان يديني الأعباء الإضافية. المسألة دي سهلة وقلت هجيب زيها في الامتحان، أجيبها إزاي؟ أقرأ نمرة 3 تحت بقول إيه؟ يتم تحديد نصيب الأوامر من الأعباء الإضافية بنسبة 50% من الأجور المباشرة. يعني الأعباء دي نسبة 50% من الأجور المباشرة، يبقى الـ 1200 في 50%، الـ 1350 في 50%، الـ 1500 في 50%، الـ 600 في 50%، الـ 450 في 50%، يعني تقسمها على 2 ماشي صح. يلا ما نشوف الإجابة. اما جابها 50% ال 1200 يديك 600، 1350 في 50% 675، 1500 ب 750، 600 في 50% ب 300، 450 ب 225، 225. يا ريتك واحنا بنشتغل نقوم نجمع، خلي بالك الامر الاولاني نعمل خانه اجمالي ونجيب مجموعه، يلا نجمع 450 زائد 300
زائد 100,000 زائد 150 يديني 900. ال 600 زائد ال 900 زائد 450 يديني 1950. ال 300 زائد ال 150 زائد 75 يديني 525. تمام. اجي الناحيه الثانيه عايز اجمع كده. ايوه افقي وراسي. نجمع ونقول خانه اجمالي مفيش مشاكل عشان نعرف احنا فين. ما نيجي نجمع، يلا نجمع نخلي بالنا. انا عرفت دلوقتي جبت الايه ال 600 ودي 675 ودي 750 ودي 300 ودي 225. بيقول لي تمت الاوامر 101 و102 و103. قال لما هم كانوا تحت التشغيل اول الفتره اهو 101 و102 و103 تمم. تمام. وبعدين وبيعت الاوامر 101 و102 بمبلغ 12,000 جنيه. مش هتفيدني المبلغ لان انا مش هطلب منك قيود حسابات مراقبه، مش هطلب، يبقى مكتوبه بس كده. طيب المطلوب صور بطاقات التكلفة للأوامر زي ما أنا اديتها لك وقلت لك دي لو في امتحان في ميد ترم جايبها لك فيه، ولكن دي قلت لك هجيبها كمان آخر السنة، بس في آخر السنة هسيبك تعملها أنت، فاكر؟ تمام. يبقى تصوير بطاقات التكلفة للأوامر، يبقى أول حاجة هصور بطاقة التكلفة هيبان فيها الأمر 101 أول الفترة كان إيه واخر وسط الفترة كان ايه عشان يديني اخر الشهر. يعني هلاقي مجموع من هنا زائد مجموع من هنا وهكذا. طب لما يجي يقول لي الاوامر اللي هي المباعة اشوف اللي اتباع كام. هو كاتب لي تحت اهو بيع اوامر 101 و102، يبقى قائمة الاوامر المباعة فيها اتنين بس 101 و102. لما يجي يقول لي عايزك تجيب لي قائمة بطاقات تكلفة الأوامر الحصر تكلفة الأوامر التامة أشوف اللي تام مين؟ اللي تام في كام واحد تام وأحطه ونحصي تكاليفهم. يلا نحل مع بعض، يا رب يكون كتبت. تمام. يلا نحل. ايوه هي نفس الطريقه، مش هخالفها، نفس الطريقه هتلاقيها في الامتحان. السؤال الاولاني هتلاقيه صح وغلط، المره الجايه ان شاء الله اديك شويه صح وغلط، هيبقوا على تكاليف الاوامر والمراحل. الاوامر والمراحل، خلي بالك نظام اللي هو المساله على نظام الاوامر. اول حاجه هقول تحديد اول حاجه تحديد التكاليف الإضافية المحملة خلال شهر مارس 2019. ما انت عملتها. ايوه انت عملتها. الامر 101 الامر 101 و102 و103 و104 و105. انت قلت الاجور 50% من الاجور، بيقول لي في نمرة 3 اقرا في المسألة تحت. ايوه بيقول لي 50% من الاجور. طب الاجور كانت الاولاني كام؟ كان 1200 والثاني كان 1350 والثالث كان 1500 والرابع كان 600 والخامس كان 450. يبقى دي الاجور. انا عاوز اجيب تكاليف اضافيه محمله لان هو جايب لي المواد والاجور، لكن هنا بيقول لي ده ها عباره عن التكاليف الاضافيه المحمله 50% اهي زي ما انا ضربتها لك. ايوه في الصفحه في اللي قبلها هي بس هنا جابها لك تنظيم الحل 50% 50% سوى كام؟ هنا ساوت 600، هنا ساوت 675، هنا ساوت 750،
هنا 300، هنا 225، اللي مجموعهم 2550. تمام. حتى انت لو جمعت دول يديك كام؟ 5100. يلا نضربهم في 50% يديني بالظبط 2550. ثانيا، الخطوة الثانية في الحل، الخطوة الثانية تصوير، اللي هو المطلوب الأولاني تصوير بطاقات التكلفة للأوامر التي تم تشغيلها خلال شهر مارس 2019. تمام. خدنا زيها قبل كده معاك. انا رقم اهو بيقول لي رقم الامر الانتاجي رقمه كام؟ عندي 101 و102 و103 و104 و105. تمام. وخانة للإجمالي، خانة الايه؟ إجمالي. تمام. عندي هنا تكاليف، تكاليف أول الفترة. يعني ايه أول الفترة؟ 1/3/2019. احنا جايبينها في المسألة؟ أيوة جبناها في المسألة. خلي بالك الأولانية اللي أنا جبت لك، لو أنت قريت المسألة يقول لك الأولاني، الأمر الأولاني 101 و102 و103، أنا بفكرك معاك في المسألة. تمام؟ أيوة أنت كتبتها. كانت المواد بتاعه 450، والتاني كان الأجور كان 300، والمصاريف الأخرى الأعباء الإضافية كانت 150، اجمعهم 450 و300 و150 يديك 900. الأمر الثاني اللي هو كان 600 وكان هنا 900 و450، لو حضرتك جمعتهم لهم 1950. وبالنسبة للأمر الثالث كان 300 و150 و75، كان مجموعهم عندي، كان المجموع كان 525. تمام. انقلهم يلا معايا. يبقى 101 كان 900، 102 كان 450، 103 كان 1950، 1950 ونمرة 3 كان 525. طب نمرة 4؟ لا ده خلال الشهر، يبقى شرطة. 105 خلال الشهر 5 شرطة. يبقى بعد كده خلال الفترة. تمام. تكاليف، تكاليف الفترة عندي مواد اهي، وعندي اجور، اجور اهي، وعندي اعباء اضافية، تكاليف اضافية، اضافية. تمام اهي. والاجمالي زي ما قلت لك في واحنا قبل قبل الاجازة دي قايل لك المسألة دي، وهجيب زيها في الامتحان. طب بالنسبة للمواد، انت قلت لي انها 1050 وكانت 1500، بنقل، بنقل من المسألة تحت، وهنا 1800، هنا 750، هنا 450، اجمعهم على بعضهم يطلعوا كام؟ 0555. الأجور 1200 وهنا 1350 في المسألة برضه، و1500 و600 و450 5100. ايوه هي المسألة دي انت اديتها لي في الشتات. ايوه في الشيت احنا خدناها وسهلة، وقلت لي عايزين زيها في الامتحان اسهل من معدل التحميل، قلت لك ماشي. بالنسبة للتكلفة الإضافية قلنا 50% من الأجور، اما قسمناها لقينا دي 600 ولقينا دي 675 ولقينا دي 750 ولقينا دي 300 ولقينا دي 225، يلا نجمع يديك 2550. يلا نجمعهم 900 زائد 150 افقي زائد 1200 زائد 600 اداني 3750.
1900 زائد 1500 زائد 1350 زائد 675 يديني 5475. يقول لي 525 زائد 1800 زائد 1500 زائد 750 4575. صفر زائد 750 زائد 600 زائد 300 يديني 1650. اخر حاجة صفر زائد 450 زائد 450 زائد 225 يديني 1125. خانة الإجمالي، لو انت جمعت خانة الإجمالي هتلاقي هنا 5 7 3 3 3 375 زائد 5 550 زائد 500 زائد 2550 يديك 16575. هم لو جمعت دول رأسي 3750 زائد 5475 زائد 4575 زائد 1650 زائد 1125 يديك نفس الرقم، يبقى المجموع ده صح والحل بتاعك مظبوط. ده أولا. يلا نجيب ثانيا. استنى شوية اكتب. ماشي. تمام. يلا نجيب حصر الأوامر الإنتاجية التامة. حصر المطلوب الثاني اهو، قائمة حصر الأوامر الإنتاجية التامة خلال شهر مارس 2019. يلا زي اللي فاتت. تمام. المواد اهي، أجور اهي، تكاليف إضافية تمام، والإجمالي. انا بديك دلوقتي المساله وتعرف انك تحل صح ولا غلط. كمان خلي بالك معايا، هنا عندي الامر هو بيقول تام الانتاج اللي تم. ده كان الامر اللي كان تحت التشغيل، امر 101 و102 و103. تمام تمام. واجمالي برضو، اجمالي تكاليف الأوامر التامة خلال شهر مارس 2019 الإجمالي يعني. المواد دي كانت بكام؟ تمام. لو انت قريت حتى المواد بتاع 101 لازم تطلع معاك 3750. لازم تطلع 3750. جت ازاي؟ لو انت قريت الاوامر المواد في اول المسألة، تلاقي المواد في اول المسألة بيقول لك ان، خلي بالك، المواد كانت في الامر 101، المواد كانت 450، والاجور كانت 300، والاعباء الاضافية كانت 150. طب ده اول الشهر. طب خلال الشهر اهو المواد دي كانت 1050 اهي 1050، والاجور كانت 1200 اهي، والتكاليف الاضافيه كانت 600. يلا نجمع، يلا نجمع. لو انت جمعت 1400 ادي صفر، 1500 اهم، يبقى هنا 1500 تمام. 1500 اهي، 300 و200 1500 اهي، 1500 قدامك اهي. طب الاضافيه صفر، 5 750 اهي 750. يلا نجمعهم، لازم تظبط على ايه؟ على 3750 اللي هي قبل 101، 3750، لان ده بيضم حاجتين، اول الشهر وخلال الشهر. الامر 102، 102 نفس الطريقه، المواد في 102 كانت كام؟ 102 اهي 102. كانت كام المواد؟ كانت 600، والاجور 900، والاعباء الاضافيه 450. طب خلال الشهر 102 كان كام؟ 1500 مواد، 1500 مواد.
طب والاجور كانت كام؟ 1350. 1350 اجور. طيب وال 675 اهي، يلا نجمع، نجمعهم ونعرف احنا فين. يبقى صفر صفر 2100، نكتب 2100 اهي، 2100 تحت المواد. طيب الثاني صفر 5 2250، 2250 اهي 2250. الثالث نفس النظام 103، 103 اهو. المواد كانت كام في 103؟ تمام 300 اهم. والاجور كانت كام؟ 150 ماشي. والاعمال الاضافيه كانت 75، ده تحت التشغيل في اول المساله. خلال الشهر كان كام؟ كان 1800 اهي، 1800 مواد نجمع. والاجور كانت 1500 اهي. وال 75 كانت كام؟ كانت الاضافيه 750 اهي. نجمع؟ تمام. يبقى دي صفر صفر 2100، يبقى هنا 2100 اهي. هنا في الامر اللي فوق، اللي فوق ده اهو 1125، نجمعهم لازم تطلع 5475. انت بتعرف انت حليت صح ولا لا؟ 5400، 5475. اللي بعده، اللي بعده 2100، ادي ال 2100 اهي. تمام. نجمع الاجور 1650 اهم، 1650 اهم. نجمع الاعباء الاضافيه، كانت كام الاعباء الاضافيه؟ ادي 5825 اهي، 825. يلا نجمعهم على بعض، 2100 زائد 1650 زائد 625، لازم تظبط على 4575، لازم تظبط عليها. يبقى انت عرفت انت حليت ازاي، ولا محتاج حد يصحح لك ولا تبقى قلقان اهي. خلصنا من نجمع المجموع 1500 زائد 2100 زائد 2100 يديك 5700 اهي. 1500 زائد 2250 زائد 1650 5400 اهم. 750 زائد 1125 زائد 825 يديك 2700. يلا نجمع 3750 زائد 5475 زائد 4575 يديك 13800. يا ترى غلطت ولا ايه؟ اخدها بالعرض افقي، 5700 زائد 5400 زائد 2700 لازم تساوي 13800، يبقى انت حلك مظبوط. مش عاوز منك الا حته كمان صغننه قوي، تاخد مني بالظبط حته، تاخد دقيقه. خلي بالك يقول لي ايه؟ تصوير او حصر اوامر الانتاجيه بدل التامه، كاتب لك ايه؟ بيقول لك المباعه. المباعه هو باع ايه؟ خلال شهر مارس 2019، 2019. اقوم انا افتكر اقرا في المساله، ما تحفظش اقرا في المساله. في اخر السؤال يقول لي ايه؟ يقول لي خلي بالك، يقول لي تمت الاوامر الانتاجيه 101 و102، يبقى ما فيش الا هم. يبقى عندي الاوامر اللي تمت اهي، الامر 101 و102 هو اللي قال لي في المساله. اقوم اجيب تكاليفهم، مواده واجوره وتكاليف اضافيه واجمالي اهي. تمام زي اللي فاتت، زي اللي فات بس بالراحه عشان ما تتلخنش اهي. مواد الاجور نجيب الاولاني 101 اهو، 101 كانت مواده كام؟ 900، ده كلها على بعضها، لازم المجموع بتاع 101 يديني دي، ولازم المجموع بتاع 102 يديني دي. يبقى الاجمالي اهو من قبل ما اكتب، اكتب 3750. طب والتاني 5475. يا اللي هتكتب لازم ده اهو يساوي دي، لازم ده اهو يساوي دي، ودي هي دي، ودي هي دي. جاي من المساله سهله خالص. عرفنا دي ازاي؟ في 101 102 انت لسه جايبها. اما انا قلت لك الامر 101 و102،
101 كان له مواد وله اجور وله تكاليف اضافيه. طيب ال 101 كانت كام؟ لو انت فاكر كانت 450 مواد. طب و 102 كان مواده كام؟ 600. طيب والاجور كانت في 101 300. والتاني كان كام؟ كان 900. والاعمال الاضافيه كانت 150. وهنا كانت كام؟ كانت 450. ده امتى؟ ده اول الشهر. يلا نحط خلال الشهر. خلال الشهر اهو مواد 101 ومواد 101 خلال الشهر. اهي 1050. تحط تحتها ال 1050 وتجمع لي. يبقى 450 زائد 1050 يديني 1500. اهم 1500. 300 زائد مين؟ 1200. ايوه تمام. 1200 يديني كام؟ 1500. اهم الاضافيه كانت كام؟ كانت 600 تمام. و150 600 اهم. يبقى 750 اهم. تيجي نجمع 1500 و1500 و750 هنا 3750. تجمع دي زائد دي زائد دي تلاقي سوى 3750. عايز تتاكد تلاقي الرقم ده هو الرقم اللي في خلال الفتره او الرقم في قائمه الحصر. يلا نشوف الثاني 102 مجموعه كان كام؟ 102 قال لي 600. طب 102 هنا لا واحد ياخد 1950. لا اصل دي داخله ببعضها المواد والاجور وتكاليف الاعباء كلها انا بفصصها لها ثلاث حتت اهم جايين في اول المساله 600 و950 و450 مجموعهم هو المجموع اللي حضرتك بتكلمني فيه ال 1950. يلا نشوف المواد بكام؟ 1500. 1500 نجمع زائد 600 يديني 2100. يبقى 2100 اهي ال 900 تمام زائد الاجور بتاعه 1350. 1350 يديني 1000 وكام؟ 1350. ده الامر الثاني 2100 تمام. 2100 هنا 1000 هنا كان في 900 اجور 900 وهنا الاجور كانت 1350. يبقى 1350 اهو يديني 0522 2250 اهم. الاخير يديني 450 زائد 675 اهم 675 يديني 5 2 1 1 4 5 7 12 1225 اهم. نجمعهم على بعض يديني ايه؟ يديني 5475. يلا نجمع بالعرض 3750 زائد 5475 ب 9225. نجمع دي يديني 1875. نجمع 1500 و 2250 يديني 3750. نجمع 1500 و 2200 يديني 3600. عايز اتاكد اجمع 3600 زائد 3750 زائد 1875 يساوي 9225. مش عاوز منك حاجه ثانيه. هو ده اللي انا محتاجه منك بس. يبقى بالنسبه بفكرك قبل كده انا خلصت بفكرك ان مساله الاوامر الانتاجيه مش هجيب معدل التحميل مش هجيب لك 50% من الاجور. تجيب انت الاجور المباشره قدامك تجيب 50% منها تديك تكاليف الاعباء الاضافيه المحمله. يبقى عندي تحت التشغيل والفترة الأولانية وعندي خلال الشهر تكاليف الأعباء المحملة وأصور تصوير قائمة التكاليف الأوامر اللي تم تشغيلها خلال شهر مارس وهجيب لك قائمة التكاليف الإنتاجية التامة والمباعة التامة والمباعة. ده حد عايز أي سؤال؟ أي سؤال؟ اللي اديته لك الفيديو نزل المره اللي فاتت نزل بمساله الاضافيه المحمله. هي مساله جميله مش وحشه وانت اديتها لك قبل كده في السكشن وقلت لك في صفحه 64 في الكتاب لصفحه 70. انما ان شاء الله المساله اللي تجي لك باذن الله على الاوامر الانتاجيه هتكون مساله بالمنظر ده عباره عن ان انا جايب لك تحت التشغيل اول الفتره وخلال الفتره واقول لك صور لي ابدا ان انت صور لي قائمه
بطاقات تكلفة الأوامر وقائمة حصر الأوامر التامة والمباعة. مش هجيب لك حسابات مراقبة التكاليف، مش هجيب لك حسابات مراقبة، وكمان هجيب لك 50% من الأجور عشان تعرف تجيب تكاليف الأعباء الإضافية المحملة. كده الموضوع سهل، ومديك رقم التليفون الموبايل بتاعي، بعيده تاني قدامك اهو، 0122 430 7960. يا ريت إدارة تتصل بيا علشان لو عايز أي حاجة. الموضوع سهل، عشان بعد كده إن شاء الله عاوز أشرح التكاليف المشتركة، عايز أشرح التكاليف المشتركة والعرضية. سهلة وجميلة وفيها مسألة حلوة وجميلة قوي، يمكن نجيب زيها في الامتحان في محاضرة قادمة إن شاء الله. ربنا يوفقكم وإن شاء الله يسهل لكم، وبالتوفيق، مع ألف سلامة. طب وقفل؟